السلام عليكم، تحية عالية خالصة للأحرار والحرائر فقط لا غير. الهم لك حل مزبلة التاريخ تنتظرهم ولا يهمنا أمرهم. إذن سنة سعيدة، هذه مسألة قلناها البارح اللي بدات بزيادات الواحد في عهد أخنوش، بعدا زيادات كل واحد تزيد على هو ممكن اللي يحركنا ساكنة. علاش؟ لأن الأحزاب قال لك المعارضة ولا النقابات ولا كل شيء تدار غفلون، يجو بغو قال لك حيراك ما حيراك. قلنا لكم نهار لو دو كل شيء غيتقمط يدخل بحال هذا، لانه مال متعلمية، هذا صيفطوا لي مال متعلمية. التعلمية هما اللي كانوا شادين الساحة، التعلمية ديال من؟ ديال المعلمية اللي يضربوا الشاي المنعنع وبالشيبة. وشي واحدين جايين قال لك كيف تصبح مناضلا في سبعة أيام، كيف تصبح مناضلا في سبعة أيام، وكيف تصبح قماطا في 24 ساعة. لك حال ما بغى يكمله، كيف تصبح مناضلا شهما في سبعة أيام. راه خداوهم يتعلمية. إذا كان قال لك اللي في اللجان الثنائية، اللي في اللجان الثنائية ولا يعرف شيئا ولا يقشع شيئا في الحيتيات ديال الملف، وتيخرجوا تصرحوا بها وتيقول لك أبرحي لا لا بشماتك، لا برحي لا لا بشوهتك. سمعنا واحد هذا قال لك راه في اللجان ثنائية، وجالس باغي يفسر لينا دوك الزنزانة العاشرة، ما العاشرة اللي غتشيط لي مرات الشيرة. اش يقول؟ قال لك حقا راه تيسولوني، من يسولوه على العاشر من العاشر، يعني السي ديال التصحيف، وانا ما عارفش كاين كاع اصلا كيفاش دير، كيفاش تيدوزو، كيفاش الحيتيات ديال الزنزانه العاشره ولا اي ملف من تم. المهم قال لك وراه سولنا شكون سولتي يا ولد عمي؟ قال لك اودي سولنا الماليه وسولنا المصالح الإدارية ديال الوزارة، وقالوا لنا لا راه هذاك الشيء ما كاينش، هذا الشيء اللي هو اللي كاين. ديك على حسب دوك السنوات اللي تزادوا جوج ثلاثه الى اخره، ولكن المشكل اللي اثر الانتباه وهو في اللجان الثنائيه اللي هو اللي خاصو يكون ملم بالمعطيات وبالحيثيات، وهو الذي يدافع عن المقترحات، ولا هو تيسول الماليه واش هذه هي هذيك، واش هادي جيس ولا ما جيس، واش هادي صحيحه ولا ماشي صحيحه، ويسول قال لك المصالح الاداريه واش هي هذيك ولا ماشي هي هذيك. اذا انت شنا هي بلاصتك؟ اش دير تما؟ تنعرفوا حنا والمشكل تيخرجوا عينو يقول لك نديروا المقترحات وتندافعوا على المقترحات وتنعطوا، ولاو في الاخر زلقت ليه قال لي سولنا الماليه وقالوا لنا لا راه هذاك الشيء اللي كاين، وسولنا الوزاره المصالح الاداريه زعما كاين وقالوا لنا هذاك الشيء اللي كاين. اذا انت ما طيقش في راسك، انت ما عارف والو على المعطيات والحيثيات ديال الملف، الملف ديال الزنزانه العاشره اللي كلشي مدفق، كلشي مدفق. المشكل فين طرا ليهم اصلا؟ فين كاين المشكل؟ المشكل راه كان في السلم التاسع
مين كانوا في السلم التاسع وتاخروا باش يدوزوا للعاشر، ماشي الان انهم تعطلوا في العاشر. المشكل قد يعوضوهم كما قال لك على المشكله ديال التاخير ديالهم في العاشر، من التاسع للعاشر، لان المشكل كانت عندهم من كانوا في التاسع، ولكن المشكل من جاء اصلا وفصلا هو في هذه القناه نعلموكم وده. المشكل الاصل ديال هذا المشكل هو ان في 2003 من داروا ترقيه استثنائيه بالماده 112 من اجل تسريع الترقي وفك الحصار على السلم التاسع كما حاصل الان. هذوك صحاب التسعينات، هذو صحاب العاشر، زيزان العاشره كانت وقعت في 2003. ثم في 2004 داروا هما ترقيه استثنائيه، ولكن في 2004 تفاجئوا بماذا؟ بالكتله الاجريه وصلت 112 مليار ديال الدرهم، وهي تزمتهم شكون؟ صندوق النقد الدولي. قال لهم ما بقيتوش ديروا لينا شي حاجه اسمها الترقيه السريعه، وتما هما يديروا المأسسة ديال الكوطة اللاينة اللي ما تيهضر عليها حتى شي واحد. هنا راه نفهموكم ونعلموكم ونوروكم من قاع الخابية. المشكلة اللي دارتها هي المأسسة ديال الكوطة اللاينة بمقتضيات المادة 99 اللي ضمنوها في المرسوم الجبان الجائر اتفاق منتصف الليل 2/02/854. قال لهم ما بقاش شي حاجه اسمها الترقيه السريعه. انذاك 2003 2004 2005 اعتمدوا صيغه واحده للترقيه وهي الترقيه بالاختيار، وفتحوا باب ترقي ال 11 حتى دوزوا شغلهم ودوزوا صحابهم، هذو اللي الان تيقول لك عندي 20 سنه في ال 11 وتيهرفوا على خارج السلم. وانذاك الترقيه الاستثنائيه للمحاصرين في التاسع طبقوا فيهم الكوطة وتقيدنا لازيد من 3 سنوات قبل حذفنا من الاسلاك، واحدثت المناصب الماليه ديالنا لازيد من 3 سنوات قبل حذفنا من الاسلاك، وتقاعدنا بالتاسعه. لماذا؟ لانهم دخلوا معنا اصحاب السابع اللي ما كانوش كونسيرني، اللي كونسيرني فقط بالماده 112 في 2003 هما فقط اللي كانت عندهم البكالوريا، وكانت عندنا 12 سنه وكاين اللي عنده 14 سنه في الثامن وما دمش في التاسع في 95. هذا هو الخطا، وما دزنا حتى دزنا ب 14 سنه من الثامن الى التاسع. التسقيف راه بدا في 94 وطبق فينا حنا الاولين، وتنخدموا وتنتوظفوا بالثامن وتنقاعدوا بالتاسع، تنترقاو مره واحده فقط لا غير. هذو هما الفئات الجد متضرره اللي على الانقاض ديالنا دازوا هذا الهم كلهم من التسعينات الى الان. انا ذاك من يدخلوا السابع ولو دايرين الكوطة بدل ما تكون ترقية استثنائية في حدود 4 سنوات كل شيء يدوز بدون الكوطة، وحتى المتقاعدين تقاعدنا وداروا فينا الكوطة وقعدنا بالتاسع. ضحايا الزنزانة التاسعة، ضحايا المادة 112، وضحايا الكوطة اللاعنة اللي دارت كل شيء هذا الهم. إذا من جاو صحاب السبعينات وترقاو 3 مرات وحنا يلاه مرقيين مرة واحدة، وداو لينا الترقية ديالنا بالأقدمية العامة، إذا ما دازوش، تأخروا صحاب الثمانينات. وبالتالي أصحاب 93 من ولاو 94 و95، يعني من لو تقيدوا بالترقية بالخوطة الترقية بالاختيار، ولاو صحاب الثمانينات ولاو تا هما عندهم الاقدميه تيدوها لصحاب التسعينات. كيما صحاب السبعينات داوها لصحاب الثمانينات، الثمانينات ولاو تيدو الترقيه لصحاب التسعينات. وبالتالي فهادو صحاب التسعينات تاخروا. علاش؟ لان من الخيمه خرجت ميمه. لان الاصل ديال الداء هو ان كون ديال الثمانينات هما دخلوا التاسع في 95 ما كانش غيكون هذا النم نهائيا، او على الاقل من داروا ترقيه استثنائيه
لصحاب الثمانينات ما كانش خاصهم يدخلوا معاهم صحاب السبعينات حتى يدوزوا صحاب الثمانينات. وبالتالي في 93 مثلا، نعطوه غير مثال، 93 يعني سنة بعد الترسيم، يعني 94، 2004 يكون مقيد الترقية بالاختيار، يعني خاصو يدوز تقريبا في 2008 بالتسقيف. ولكن أصحاب السبعينات عطلوا الترقيات ديال الثمانينات وخذوا لهم الترقية ديالهم بالأقدمية العامة وترقاو للمرة الثالثة. هما هادو اللي جاو ثاني من بعد 2012 2016 وردوا روسهم ضحايا النظامين وترقاو للمرة الرابعة، وأغلبية ديالهم خلال 12 سنة خبط جوج سلال من التاسع للعاشر ومن العاشر للحادي عشر. التاريخ يعيد نفسه الآن. إذن أصحاب 93 مثلا كان خاصو 2008 يكون داز على الأقل بالتسقيف، التسقيف كان تمأسس علينا حنا، حنا الأولين داز علينا في 97، في 97 دزنا حنا بالتسقيف ب 14 سنة. هذاك الساعة كانوا الثمانينات ولاو الثمانينات بالأقدمية العامة ديالهم تأخروا الترقيات ديال التسعينات، وبالتالي كاين اللي ما داز حتى 2000، الأغلبية ما دازوا حتى 2012، ميني في 2011 خرج المرسوم ديال التسقيف. وبالتالي الآن تيتحاسبوا معاهم على على أساس التأخير اللي كان عندهم من التاسع إلى العاشر. مثلا واحد 93 كان خلصوا في 2008 أو 2009 يكون داز إلى التاسع إلى العاشر متأخر، فعلى الأقل خلصوا ديال 93 خلصوا من 4 سنين. 94 خاصو يدوز بالكوطا نورمالمون، خاصوش يتعدى 2009، مازال 2012 خاصو 3 سنين. إيه هلوم جرى؟ حتى من بعد ندير لكم شي طابلو ونجيبوا الخشيبات معنا. ونفس الشيء الآن، نفس الشيء المشكل اللي كاين الآن، كما في 95 93 94 هما اللي استافدوا لأنهم دمجوا بستة شهور وبعام ونص، وعاود ثاني عطاهم سنوات اعتبارية تغطي الفترة الفاصلة بين الثامن والتاسع، وفي 2019 عطاهم سنوات اعتبارية بالمادة بالمرسوم جوج 19504، استافدوا مع الزنزانة العاشرة، استافدوا مع ضحايا النظامين اون فوتير بحال الماء، خدموا أسيد إيباز بحال شي منشار طالع واكل نازل واكل. المشكل الآن سيتكرر، لأن الفوجين 2012-2013 استافدوا تاهما من المرسوم ديال جوج 19504 اللي ما تيعنيهمش، 4600 اللي دوزوا، وهذيك الترقية كانت تخص المتقاعدين بالتاسع. هذا الكفار بالله، حيدوا المتقاعدين ودوزوا الفوجين 2012-2013 اللي عندهم غير 6 سنين، وقالوا الأمزاز هادو هما ضحايا الزنزانة التاسعة، هما اللي باقين من الزنزانة التاسعة، وغبروا عليه حتى المتقاعدين بالتاسع، وجابوا قالوا لي راه باقي على المتقاعدين بالعاشر، ودوزهم من العاشر ل11. الروينة في الكوزينة. جو دركا تقولوا لينا حنا راه حنا دوزنا حراك وهادي، اش حققتوا؟ لم تحققوا شيئا، كنتم حطب تدفئة لمصالح ولي يعني خلافات تجنوا الثمار ديال الكبار. الآن 2012-2013 ما ترقاو حتى 2020، والآن خلال 5 سنوات غيولوا تاني ديزل ال 11، يولوا ديزل ال 11، يعني 11 سنة أو 12 سنة يدوز من التاسع للعاشر ومن العاشر ل 11. الضحايا اللي غادي يكونوا كما كنا حنا في في التسعينات، من جابوا 93 94 ودخلوهم التاسع بيش ب6 شهور وعام ونص،
غيكون الان اللي غيدفعوا الثمن اللي غيكونوا ضحايا هما اللي توظفوا من ابتداء من 2014 بالاجازه وتخرجوا بالعاشر. كاين اللي الان عنده 10 سنين في العاشر وباقي في العاشر. يجي واحد من وراه عنده غير 6 سنين فوج 2012 2013 في 2019 ياخذ 4 سنين، اي سنه تفوق 10 سنوات تحتسب من اجل الترقي من العاشر الى الحادي عشر. و2025 يعني 2023 3 سنين يعاود يدخلوه ثاني كضحيه من الزنزانه العاشره. و2025 ل 26 يولي دايز ثاني لاش دايز ل 11 على انقاد اللي توظفوا بالاجازه منذ 2014. هادو هما اللجان الثنائيه اللي ما تتقشع تشي برضه تدافع الهم لك على الدور 120.